بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث جديدة نلقي الضوء عليها في حلقتنا لهذه الليلة. أهم محاورنا لهذه الحلقة: عملية نوعية من القوات الأمريكية تقضي على زعيم داعش، أيضا رسالة مشفرة من القاعدة تدعو لشن هجمات إرهابية على الخرطوم. كذلك نناقش اليوم موقف الإدارة الأمريكية تجاه السودان في ظل هذه التطورات، أيضا أصداء لزيارة رئيس المجلس السيادي ونائبه إلى شمال الفاشر. مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة يسعدني ويشرفني يكون معي على الاستوديو ضيفي الكريم المحلل السياسي الأستاذ محمد عمر. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ عاصم، والتحية عبرك للسادة المشاهدين الكرام. أيضا مشاهدي الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض رئيس جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة الدكتور حسين حسن حسين. مرحبا بك دكتور حسين. مرحبا بك ومرحب بالزميل الأستاذ محمد عمر وبالإخوة المشاهدين. إذن مشاهدين الأعزاء، في إطار العمل الكبير التي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب، اليوم أصداء لأخبار جديدة وانتصار في حربها على الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن القضاء على زعيم تنظيم الدولة داعش في سوريا. أتت هذه الأخبار بعد عملية نوعية قامت بها القوات الأمريكية مستهدفا زعيم التنظيم، وأتت هذه أيضا الخطة في توقيت ظلت الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على القضاء على هذا الداء الإرهاب الذي انتشر كثيرا وأصبح يؤرق العديد من الدول خصوصا الدول العربية. أتت هذه العملية في سوريا تحديدا وخلفت عدد من القتلى نتيجة أولا تفجير نفسه زعيم الداعش، وكذلك بعض المقاومة التي أدت إلى مقتل بعض المدنيين، وكذلك صرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بأن العملية تمت بنجاح وأن القوات الأمريكية التي نفذت العملية عادت إلى أرض الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور حسين حسن حسين، أبدأ معك الآن أيضا في إطار الحرب على الإرهاب، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في صفحة جديدة من خلال قضائها على الإرهاب، عملية في لتقضي على زعيم داعش خلفت ما بعدها من آثار، لكن قراءتك لهذه العملية في هذا التوقيت؟ طبعا هذه العملية تماثل العملية التي تمت بها تصفية البغدادي وبن لادن، وهي تمثل بالنسبة لإدارة بايدن بتمثل نجاحا كبيرا، وخصوصا أن هناك انتكاسات كانت لهذه القيادة في أفغانستان وفي التعامل مع إيران والملف الإيراني وفي التعامل مع هجمات الحوثيين وغيرها من الهجمات ذات الطابع الإرهابي، ومن ثم كان هناك ضغوطات كثيرة على هذه الإدارة من أجل أن تعيد للولايات المتحدة مكانتها في محاربة الإرهاب وفي فرض سيطرتها على عدد من المناطق التي فيها توترات وفيها وجود للمنظمات الإرهابية ذات العداء السافر للولايات المتحدة الأمريكية. وهي كانت مهمة أيضا في الناحية السياسية بالنسبة لبايدن، خصوصا أنها سوف تمثل يعني كرت لتقديم نفسها في الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم، فهي بكل المقاييس بتمثل يعني توجها جديدا لإدارة بايدن في مواجهة الإرهاب العابر للقارات، وخصوصا في ظل التوترات التي يشهدها العالم والقرن الأفريقي والبحر الأحمر وغيرها من المناطق ذات الحساسية والأهمية للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم دكتور حسين، في نفس الإطار الولايات المتحدة الأمريكية ظلت دائما لديها استراتيجيات معينة للتعامل مع الإرهاب بعد الأحداث التي حدثت في سوريا ومقتل زعيم داعش أبو إبراهيم. كيف تتوقع توجه الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة في ظل محاربتها للإرهاب؟ طبعا كلما كان هناك عدم استقرار، كلما ظهرت وأطلت هذه المنظمات الإرهابية برؤوسها مهددة الأمن والسلم في تلك المناطق وفي العالم بأسره. نحن شهدنا في السودان في الفترة الماضية بروز بعض الدعاوى من سواء القاعدة أو داعش، وهناك كانت مواجهات معها على أرض السودان بسبب الهشاشة الأمنية الحالية، وهكذا الأمر بالنسبة لبقية العالم التي تعاني التوتر. وهذا يعني أيضا رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية أن عدم وجود قواتها على أرض المعارك مع المنظمات لا يعني أنها بعيدة عنها، وهذه كانت رسالة قوية تؤكد أن الولايات المتحدة إذا كانت قد انسحبت من أفغانستان وخففت وجودها في كثير من البلدان فإنها تستطيع أن تطال المنظمات الإرهابية وأن تقضي على قياداتها. نعم شكرا دكتور حسين. أستاذ محمد عمر، لو نقلت لك في ظل هذا الجو المشحون الآن، هناك أكيد في داعش هناك قلق مما حدث في هذه العملية، ردة فعل تنظيم داعش لهذه العملية؟ طبيعة تكوين هذه التنظيمات، طبيعة الهيكل أو التشكيلة السرية، وطبيعة التنظيم في اللامركزية المفرطة التي لا تعني أن سلسلة القيادة هي سلسلة تكاد تكون منقطعة إلى حد كبير، مثل هذه الإجراءات الإدارية قد تجعل من مثل هذه التنظيمات في امتصاص مثل هذه الصدمة. كيف يمكن للتنظيم أن يقوم بأدواره التي كان يقوم بها وتنفيذ سياساته التي يعمل عليها وعند فقدان القيادة؟ هذا يحدث حدثا كبيرا إذا كان هنالك تنظيم مركزي معروف وأن القائد يمتلك كاريزما، ولكن في حال تنظيم داعش حتى قيادته التي قتلت اليوم هي غير معروفة، وحتى أبو بكر البغدادي هو رجل كان غير معروف إلا في إطار ضيق جدا جدا، تأثيره على التنظيم نفسه لا يتم إلا في إطار الفكرة الجوهرية اللي هي العداء مثل هذه التنظيمات إلى الدولة وإلى الدول المحيطة وإلى الدول الأمريكية والغربية خاصة، يجعل أن هنالك هدف موحد من قبل العضوية تجاه عدو محدد، وذلك يجعل الحشد سهلا جدا من قبل داعش مثلا. هذا حدث في عند تكوين داعش، تم الجمع والهجرة إلى داعش في ذلك الوقت من كثير من الدول المحيطة في المنطقة، حتى دون الوصول أو في حوارات منطقية مثلا لجذب الناس، ولكن أعلنوا فكرة الخلافة اللي هي الفكرة الإسلامية المعروفة، فهاجرت الحشود إلى تلك البلدان، مما يجعل أن امتصاص قد يكون هنالك رد فعل في لمقتل القيادة داعش مثل التفجيرات، مثل أي خلية من الخلايا غير المعروفة يمكنها أن تقوم بعملية تنفس بها عن قضبها تجاه مقتل هذا القائد، ولكن هل مثل هذه التنظيمات سيكون غياب القيادة سيحدث تأثيرا محددا منها؟ هذا أنا أشكك في هذه الخطوة، باعتبار أن أصلا هم تنظيم سري لا مركزي، باعتبار أن فقدان أحد أضلاع أفراد القيادة حتى وإن كان القائد لا يمكنه أن يؤثر كثيرا في إدارة العمليات المتواجدة على الأرض. نعم إذن مشاهدين الأعزاء، أيضا في جانب آخر نشرت مؤسسة بيت المقدس الإعلامية المحسوبة على تنظيم القاعدة كتابا بعنوان الأمير المنسي لأبو حذيفة السوداني،
أبو حذيفة السوداني أحد قيادات تنظيم القاعدة، هذا التنظيم الذي أيضا قوبل من الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات كبيرة جدا، وكانت أقصى هذه العمليات هي عملية مشابهة لما حدث لزعيم داعش وهو القضاء على قائد التنظيم أسامة بن لادن في ذلك الوقت. أبو حذيفة السوداني تحدث في الكتاب الأمير المنسي عن ضرورة تواجد لتنظيم القاعدة في السودان، وحث عناصر القاعدة المتواجدين في السودان على ترتيب صفوفهم وضرورة تنظيم هذا التنظيم القاعدة من جديد وتكوينه في السودان، وتحدث عن احتمال هجمات تتبناها القاعدة في الخرطوم. هذا يعني قوبل هذا الخبر بتوجس كبير من السودانيين، باعتبار أنه الآن السودان بالهشاشة الأمنية المتواجدة في السودان هي أرضية صلبة للإرهابيين سواء دواعش أو من تنظيم القاعدة. دكتور حسين، كما اطلعنا أن هناك حراك نحو السودان من ناحية يعني يسميها التنظيمات الإرهابية، القاعدة مرة أخرى تظهر وهذه المرة حديث عن السودان، كيف تقرأ هذه التسريبات حول أبو حذيفة السوداني وما ذكره في الأمير المنسي؟ في البدء أشير هنا إلى أن في يونيو من هذا العام تم القبض على 9 من قيادات القاعدة في السودان، وكانت تخطط حسب الجهات الأمنية لإحداث وأعمال تفجيرات في دول الخليج حسب اعترافهم. وهذا يعني أن هناك وجودا للقاعدة في السودان، كما أن وجود داعش أيضا اعترفت به الحكومة السودانية وقامت بهجمات في أكتوبر الماضي وقتلت 4 وقبضت على 4 آخرين. ولكن هذا التعامل اللحظي والتعامل غير المكثف يثير كثيرا من قلق السودانيين حقيقة. ويأتي هذا التصريح وهذا الكتاب لأبي حذيفة السوداني ليزيد من هذا القلق، وخصوصا أن هذا الرجل يبدي خططا وتوجيهات واضحة، فهو يطالب بأن تقوم القاعدة باستغلال ما عليه الأمن السوداني في هذه المرحلة من هشاشة وتكوين خلايا حربية خارج وداخل العاصمة الخرطوم، ويطالب بتطويق السودان بالقاعدة وإحداث هزة في التكوين العسكري أو في الجيش السوداني واستهداف المؤسسات الاقتصادية للجيش واستنزاف الجيش والعمل على إضعافه. وهذا يعني أنه يريد أن يكون للقاعدة في هذه المنطقة الحساسة أو في هذه المنطقة المهمة من العالم وجود، بحيث أنه يستطيع أن ينقل عملياته ويستهدف الدول المجاورة. تعرف أن السودان موقعه مهم جدا، وهذا التساؤل حول ماذا إذا انزلق السودان إلى الفوضى كان في الجلسة الخاصة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وقد سألوا المبعوثة الأمريكية ماذا إذا انزلق السودان إلى الفوضى، فكان الرد من أغلبية الأعضاء أن هذا يعني وجود توتر وعدم استقرار في منطقة مهمة، وهذا الوضع يعني تأثر المصالح الأمريكية وتأثر الأمن والسلم العالميين. ولهذا كان إصرار هؤلاء الأعضاء وإصرار الإدارة الأمريكية على أن يعود السودان إلى المسار الديمقراطي من أجل ضمان الاستقرار ليس للسودان فحسب، ولكن لكل دول المنطقة. وهذا ما ينبغي أن يعرفه جميع من يتعاملون مع الوضع السوداني، وهو
أن أي اهتزاز في الأمن أو في استقرار السودان يؤثر سلبا في كل الدول المحيطة بل في كل العالم. نعم أستاذ محمد عمر، لو تنقلت لك في نفس الإطار هذه التصريحات الصادرة من أبو حذيفة السوداني الملقب أيضا بزرقاوي السودان، وهو الآن يتحدث عن احتمال وجود تهديدات للخرطوم من عمليات إرهابية، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ في البداية أنا داير أقول حاجة، إنه ما يميز هذه التنظيمات والمدارس الفكرية التي انتقلت منها وظهرت منها هذه التفسيرات أنها ليست لها القدرة على تشريح الواقع الاجتماعي والسياسي للدول. الواقع الاجتماعي بالنسبة لدولة زي السودان هو واقع ليس سهلاً إلى حد أن تقول أنك ستقوم بهجمات إرهابية ضد المواطنين أو ضد الدولة وأن تخطط لذلك وأنت ليس في بيئة غريبة عن مثل هذه التصرفات. عندنا كمثال للكلام ده مثلا تنظيم القاعدة قد نشأ في ظل حكم الحركة الإسلامية في بداية التسعينات مثلا، ونشأ في السودان ولم يتسنم أي من السودانيين، يعني أعلى درجة قد تسنمها سوداني في تنظيم القاعدة في ذلك الوقت كانت طباخ وسائق خاص لقائد التنظيم أسامة بن لادن. هذا عدم ظهور السودانيين في هيكل القيادة لتنظيم نشأ في بلادهم، ذلك يعني أن هذه الأفكار لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنشأ في السودان. ولكن هذه ليست النتيجة ليس دقيقة كليا، يمكنك أن تمثل على ذلك بحادثة مسجد أنصار السنة في الثورة الحارة الأولى وخلية الخليلة في الجرافة وعباس الباقر لو تتذكر. التطرف نعم موجود، ولكن هل هذا التطرف هو النهج التي تديره القاعدة أو تريده داعش؟ لا، باعتبار أن ما مورس من تعديات وتفجيرات في ذلك الوقت كانت موجهة لأهداف تمثل في علم السياسة والاجتماع هي القصص الصغرى وليست القصص الكبرى المتعلقة بالدولة نفسها وتكوين الدولة. رأينا أن الشراكة التي قد تمت ما بين طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان قد أدت إلى قيام دولة، رأى المسلمون جميعا النموذج الذي يمكن أن يطبقه وصول مثل هذه الجماعات إلى الحكم. لذلك أصبح من الصعب جدا لمثل هذه وتجربة داعش كذلك في سوريا والعراق، أصبح أن نموذج هذا الدولة التي تتبناه مثل هذه التنظيمات المتطرفة غير قابل للحياة، ولذلك يمارسون الأعمال على سبيل القصص الصغرى وهي يعني مثلا القتل والدمار والتدمير وغيره من الإشكالات. لكن فكرة أن يقوم هذا التنظيم ببناء دولة هذا أمر مستبعد. أرجع إلى النقطة أن السودان هل هو السودان في ظل الاضطرار السياسي؟ نعم. هل هو نعم. هل سننزلق إلى مثل هذا الوضع؟ لو سمحت لي أستاذ محمد عمر أضيف في هنا في نقطة السودان وتشخيص هذه القضية على الموقف في السودان والوضع الحالي في السودان. نعلم أن قبل 25 من أكتوبر كان هناك محاولات إرهابية وكان هناك صدام بين القوات الأمنية وخلايا إرهابية متواجدة في السودان. أنت تحدثت أنه ليس هناك أرضية صلبة باعتبار أن القاعدة نشأت من السودان، لكن ذكرت أيضا أن هذه تنظيمات سرية يكاد يكون بعد مقتل أسامة بن لادن هناك عمل سري كبير موجود وممكن هناك عناصر متواجدة جاهزة في القاعدة لترتيب هذه الهجمات. نعم، أنا في البداية قلت إنه هم يعملون على القصص الصغرى. نعم. القصة الكبرى هي الدولة وقيام دولة وفق أفكارهم ونموذجهم، أما قصصهم الصغرى فهي البلبلة زي ما قال مثلا في خطاب أبو حذيفة السوداني أو زرقاوي السودان، بيتكلم عن هدم مؤسسات الجيش الاقتصادية من أجل إضعافه والسيطرة. إذن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حكم السودان مثلا. نعم. إذا كان هذا، أنت هل تتوقع أن دولة نظامية موجودة يمكن لهؤلاء الإرهابيين أن يفعلوا ما يفعلوا في هجمات وقصص صغرى من الدمار والتدمير والتفجيرات وغيره، لكنهم لن يصلون إلى الحكم. نعم. إلى حكم الدولة والسيطرة عليها بالكامل، وهم أنا قلت لك عندهم ضعف في تشخيص الواقع وعلم الاجتماع في السودان. مثلت عليها في الأول بأنه لم يترقى أحد في تنظيم داعش، وحتى من ترقى في اليمن قبل أيام تم قتله اسمه رشاد عثمان أعتقد. نعم. تم قتله ذبحا بتهمة الخيانة في إفشاء أسرار التنظيم ده بالنسبة لتنظيم القاعدة.
طبيعة المجتمع السوداني المنفتح الذي لا يستطيع أغراب أن يعيشوا داخل المجتمع وحتى يسيطروا على الأوضاع أو يقوموا بأي تفجيرات أو يقوموا بأي نشاط هدام. الطبيعة التدينية للمجتمع السوداني التي تقوم على طبيعة تدينية سهلة، ويقوم المتصوف بدور كبير في 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 إحياء المشاعر الدينية والأخلاقية. الطبيعة العرفية غير المتزمتة تجاه الدين والالتزام المذهبي. أما التنظيمات، هذه التنظيمات التكفيرية تقوم على الرؤية الواحدة الاستبدادية تجاه الدين، يمتلكون حقا حصريا لدخول الجنة. أما نحن في السودان، الرؤية بتاعة التدين مختلفة عن طبيعة المنطقة بالكامل، باعتبار أن الدين الإسلامي نفسه عند دخوله للسودان لم يكن ذلك فتحا وتغليب ثقافة الغالب على المنهزم، وإنما كان تسامحا، ودخل السودانيون بسجيتهم في الدين الجديد وتمت سودنة هذا الدين، باعتبار أن الدين حتى الدين نفسه خضع لترتيبات الطرق الصوفية والتقاليد الوثنية التي كانت موجودة في الدول السابقة مثل دولة علوة والمغرة المسيحية وغيره. في طبيعة التدين السوداني ستجد كثيرا من التمظهرات التي يمكنها تجد أنها تعتبرها قادمة من خلفيات ثقافية أخرى. نعم. هذه الإشكالية الحقيقية التي تقف أمام هذه التنظيمات التكفيرية من أن تستطيع أن تحقق أي هدف ممكن في إطار ما تتبناه من أفكار. نعم. إذن مشاهدينا الأعزاء، كان هذا حديثنا حول العملية النوعية للقوات الأمريكية، وكذلك التسريب الهام لأبو حذيفة السوداني حول هجمات على الخرطوم، ولكن حول عملية القوات الأمريكية على تنظيم داعش والقضاء على زعيم التنظيم هناك في سوريا. أعددنا هذا التقرير، نذهب للتقرير ثم نعود سويا لضيوفي على الاستديو. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بضيفي على الاستديو الأستاذ محمد عمر. أيضا على الهاتف معنا الدكتور حسن حسين. محورنا الثالث لحلقتنا لهذه الليلة حول مواقف الإدارة الأمريكية تجاه السودان في ظل هذه المتغيرات العديدة التي يشهدها السودان. تصريحات هامة لمساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السيدة مولي في تحدثت عنها بوضوح حول الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في السودان. تحدثت عن أن هناك نظر كبير في قرارات يمكن أن تصدرها الإدارة الأمريكية بشأن عسكريين سودانيين، وكذلك ذكرت أن الانتقال في السودان عبر المكون العسكري لوحده لا يمكن أن يجدي إلى أي نتيجة، ودعت بذلك شركاء الولايات المتحدة لتفهم هذا الموقف بشكل واضح. دكتور حسين، أبدأ معك حول موقف الإدارة الأمريكية في الفترة السابقة، إذا حصرنا هذا الموقف بعد 25 أكتوبر، ودعم أمريكا للسودان ووقوفها للتحول المدني الديمقراطي. طبعا الإدارة الأمريكية ظلت داعمة للتحول الديمقراطي، ووجهت دعما ماليا وخصصته لإحداث هذا التحول. قامت بعمل دبلوماسي واسع، ومن ذلك لذلك اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمشاركة في المؤتمرات التي تدعم هذا التحول. وعندما حدث انقلاب 25 أكتوبر، ظلت الإدارة الأمريكية تضغط في اتجاه عودة الأمور إلى نصابها، وأهمية أن يكون هناك مشاركة مدنية مع العسكر في هذه الفترة الانتقالية، ووجود ما يؤكد هذا الوضع بطريقة دستورية. وظلت تؤكد أهمية العودة إلى الوثيقة الدستورية الموقعة في السودان برعاية دولية وبرعاية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية. وبالتالي الإدارة الأمريكية لم تقصر بهذا الدعم على المستوى الدبلوماسي والسياسي، ولكن وجدنا أن هناك عاصفة من الانتقادات وجهت للإدارة من خلال اجتماع أو جلسة
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وكان رئيس اللجنة سيناتور الديمقراطي بوب مينديز، هو من أكثر المعترضين على بطء الإدارة الأمريكية، وكان سؤاله واضحا لمساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية موليفي، وهو لماذا لم يتم فرض عقوبات حتى هذه اللحظة على من يعيقون التحول الديمقراطي. هناك إشارات كثيرة من هذه الجلسة ومن الاهتمام الأمريكي على مستوى الكونغرس بأهمية أن تكون هناك أن يكون هناك تفعيل للعقوبات، وهناك أيضا رؤية أمريكية ترى أن هذا التراخي في إصدار العقوبات كانت سببا في توسيع دائرة الاعتقالات في أوساط لجان المقاومة وفي تشكيل حكومة الوكلاء لتسيير الأعمال. ويرى هذا الفريق أن المكون العسكري يرى أن هذا الضغط الأمريكي والضغط الدولي سوف يعني يقلان في المرحلة القادمة، كما أن النفس الثوري في الشارع السوداني يمكن أن ينخفض، وهذا الذي تعتقده القيادة العسكرية في السودان، يروه الأمريكيون خطرا على التحول الديمقراطي، ويرون أهمية الإسراع في تحويل هذا الفكر الذي يراود المكون العسكري، لأن التحول الديمقراطي كما قلنا عدم حدوثه سيمثل انتكاسة كبيرة أولا للإدارة الأمريكية، وهي تضع طبعا عينها على التنافس مع الصين وروسيا في هذه المنطقة الحساسة. هناك الفوائد الاقتصادية بالنسبة للشركات الأمريكية عندما تنفتح على السودان، هناك عين على ثروات السودان الكبيرة، فهناك فوائد ومنافع كثيرة للولايات المتحدة الأمريكية في السودان، ويهم كثيرا هذا التحول أن يتحول إلى واقع وأن تمضي الأمور إلى النهايات السعيدة التي من أجلها يقف الشعب السوداني هذه الوقفة الصلبة التي أشاد بها أعضاء اللجنة اللي هو في لجنة العلاقات الخارجية، أشادوا كثيرا وأشادت المبعوثة الأمريكية بهذا التناغم في الشارع السوداني وهذا الإصرار والعزيمة. ومن ثم الإدارة الأمريكية يهم كثيرا أن يحدث تحول الديمقراطي كما أرادته كما أراد الشارع السوداني. نعم دكتور حسين، يمكن سأعود إليك أيضا في هذه النقاط مرة أخرى. أستاذ محمد عمر، الموقف الأمريكي، هناك حديث عن عقوبات يمكن أن تفرضها الإدارة الأمريكية على قادة عسكريين في السودان، هذا ما صرحت به السيدة موليفي، قراءتك ليمكن تصريح كهذا، وكيف يمكن أثر على المشهد السياسي؟ الفعل الانقلابي نفسه ليلة 25 أكتوبر يجعل أن ليس إذا كانت من مصالح شخصية أو مصالح وامتيازات مؤسسية سيتمتع بها الجيش أو قادة منظومة الدعم السريع أو قيادات الجيش الممثلين في المجلس السيادي، لا شيء كان يمكن أن يعظم مكاسبهم أفضل من الوثيقة الدستورية، ولم يكونوا محتاجين لكل هذه الدماء التي أريغت في شوارع الخرطوم. ولكن طالما أن الإنقلابيين قد توسعوا في الدماء وأنهم قد قاموا بهذه القفزة في الظلام، يبدو أن هنالك نصيحة من خاسر تأتيهم النصائح من خاسر. جملة العقوبات الأمريكية والقرارات الدولية بخصوص السودان في عهد النظام المباد وعهد الحكم الإسلاميين في السودان، لم يحدث أن عوقب السودان أو يكون اهتمام المنظومة الدولية أكثر من في هذه الفترة من حكم الإسلاميين. بالرغم من ذلك وبالرغم من التجربة العصيبة التي عاشها السودان في الانقطاع عن المجتمع الدولي، إلا أن هؤلاء قد قاموا بنفس الفعل الذي قام به الإسلاميون بقيادة عمر البشير وغيرهم من قياداتهم. إذن
هم مستوعبين كامل للدرس إنه المخاطر التي ستواجههم هي العودة إلى ذات أواخر حكم عمر البشير. يعني أن العقوبات الأمريكية إذا فرضت هل ستؤدي إلى تأثير على هذه القيادات؟ سنأخذ هذا الأمر في شقين. الشق الأول أن عمر البشير ظل يحكم السودان وفقا لحصار دولي عاجزا عن الوصول لأي دولة من دول السودان دول المحيطة، دعك من أن يقوم بزيارات خارجية عابرة للبحور والمحيطات. ذلك جعل الدولة مكتفة بالكامل، وذلك وفق المذكرة التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية. رغم هذه التجربة العصيبة، هؤلاء الانقلابيون قاموا بهذه الخطوة. إذن ليس هنالك درس كان يمكن أن يتعلموا منه مثل درس عمر البشير وحكمه المستبد ضد إرادة الشعب السوداني. أهم متحسبين للعقوبات الأمريكية؟ يبدو أن السيناريوهات قد اختلفت. كانوا ينتظرون أن يقوم المجتمع الدولي بالتناسي عملياتهم الانقلابية وأن يتماهى في تكوين أي شكل من أشكال الحكم المدني مقابل سيطرتهم تلك. ولكن هذه العقوبات أعتقد أن خبرة الإدارة الأمريكية في التعامل مع الملف السوداني ستجعل هذه العقوبات مركزة على رؤوس الأشخاص، مع العلم أن الدعم السريع وآل دقلو بالتحديد يتمتعون بقدر كافي من العلاقات الدولية في المحيط ودولة أثيوبيا وغيرها من الدول المحيطة. مثل فرض العقوبات عليهم مثلا ستجعلهم يتراجعون في أي قرارات أو دعم لهذا الإنقلاب، لأن مثل القرارات الاقتصادية ستؤثر بصورة مباشرة عليهم. الممسكون بالملفات الاقتصادية في الجيش السوداني إذا تم فرض العقوبات الاقتصادية سيتأثرون، لأن العقوبات الأمريكية تكون شاملة مثل ما حدث بالتعاون مع الدول المؤيدة لإيران أو الدول المؤيدة لروسيا. أي شركة تتعامل مع حتى عبر وسيط مع النظام الإيراني كان يتم فرض عقوبات على الوسيط وعلى الشركة الأم وعلى المزودون للخدمات. يعني كل سلسلة الإمداد والتوريد يتم فرض العقوبات الأمريكية عليها. الآن وبعد الحصول على هذه الامتيازات من قبل التحالف الحاكم الآن في السودان يجعل العقوبات الأمريكية أكثر جدوى من العقوبات التي كان يمكن فرضها على نظام عمر البشير. نعم دكتور حسين، لو عدت ليك يمكن أنت تحدثت في مداخلتك السابقة على أن هناك مخاطر تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المخاطر أن ينفجر الأوضاع في السودان تحديدا من ناحية أمنية بنتيجة الاحتجاجات المتزايدة ونتيجة عدم التوافق واحتقان المشهد في السودان. لكن هناك أحد هذه المخاطر الهامة واللي ممكن تكون مقلقة ومؤرقة في هذه الفترة تحديدا ما تحدثنا عنه في محورنا الثاني لحلقة اليوم حول إمكانية تواجد لتنظيمات إرهابية في السودان. تحدثنا عن القاعدة تنوي لهجمات حسب التسريب المسرب لأبو حذيفة السوداني. هل تعتقد أن السودان يمكن أن يكون بؤرة لهذه التنظيمات الإرهابية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع بعين الاعتبار أن السودان يمكن أن يصبح ملاذ لهذه التنظيمات؟ طبعا أنا يعني أخي محمد تحدث عن السودان حديثا مثاليا جدا، وأن السودان بمنأى عن وجود مثل هذه التنظيمات الإرهابية. ولكن في الحقيقة السودان انطلق منها تنظيم داعش، وكان بن لادن محتضنا من الحكومة السودانية. الحكومة السودانية في ظل حكم الإخوان المسلمين هددت أمن الدول الشقيقة، وكانت وكرا لتنظيمات إرهابية كثيرة. هناك في ظل النظام البائد أبناء السودان ذهبوا عبر تركيا وغيرها من الدول إلى سوريا والعراق وغير ذلك من الدول التي ينشط فيها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. للأسف الشديد السودان في حالة أي انزلاق مهيأ بأن يكون مهددا لأمن المنطقة والأمن العالمي بأسره. ولا تنسى جحافل الذين يعانون الأمرين في الدول
التي تعيش قلقا وتوترا مثل جارة أثيوبيا وغيرها. هناك كثير من اللاجئين والنازحين الذين يريدون طرق أبواب أوروبا وتمثل تهديدا للغرب كله. فبالتالي السودان في حالة الانزلاق، أولا لا تنسى وجود جيوش في السودان، هناك جيوش أيضا بتتبنى الفكر الإسلاموي الذي يمكن أن يتحالف مع هذه التنظيمات الإرهابية ويمثل تهديدا للدولة السودانية والدول المجاورة. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة المحيطة بالسودان ينبغي أن تضع في اعتبار هذا المهدد الكبير إذا لم يحدث التحول الديمقراطي ولم يصبح السودان دولة آمنة لنفسها ولمن حولها. وبالتالي أرى أن الإدارة الأمريكية مطالبة بخطوات حقيقية ضاغطة ذات النتائج في المرحلة القادمة. لازم تفعيل العقوبات سواء على الأشخاص الذين يعيقون التحول، سواء على المؤسسات الاقتصادية العابرة للقارات التي تحتضن الإرهاب وتموله. هناك كثير من الأمور ينبغي أن يؤخذ في الحسبان من أجل أن ينعم السودان بالاستقرار، ولا تنسى شد الأطراف الذي نعيشه في هذه الأيام. هناك شمال ملتهب، هناك غرب كالعادة ملتهب، هناك شرق ملتهب. للأسف الشديد حتى الوسط هناك توترات كثيرة جدا، وهناك حالة من الغضب الشعبي الذي يمكن أن يستمر ويستمر التضحيات بالأرواح إذا لم يكن هناك حل حازم ودعم للمبادرة الأممية التي انطلقت، وللأسف الشديد لم نرى لها إلى اليوم أي نتائج حقيقية، لأن عدم وجود أي شيء ملموس تجاه من يقومون بهذا العمل لن يكون مجديا، وسوف يكون التمادي واللعب على الوقت وشراء الوقت من أجل أن يخف غضب الشارع أو يتعب هذا الشارع أو أن يخف الضغط الدولي والضغط الأمريكي. كل هذه الآمال التي تراود الذين يمسكون بالسلطة يعني مزيدا من الضحايا، مزيدا من المصابين، مزيدا من النزيف في الشارع السوداني. نعم دكتور حسين حسن حسين، شكرا لك وعلى تواجدك معنا بالاتصال في هذه المحاور الهامة لهذه الليلة. نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة في برنامجنا مع الحدث. شكرا لك يا دكتور. أستاذ محمد عمر، لو اتنقلت لك في محور أخير لحلقتنا لهذا اليوم حول أصداء لزيارة رئيس مجلس السيادة سيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان وكذلك نائبه إلى شمال الفاشر، هذه الزيارة لها أصداء يمكن واسعة، وإحنا بنختتم حلقتنا لهذه الليلة لا يتبقى لنا إلا دقائق بسيطة. هذه الزيارة كانت لها أصداء واسعة باعتبار أنه كان هناك حديث للسيد عبد الفتاح البرهان حول عدم تسليم السلطة إلا لحكومة متفقة أو تحدث عن توافق سياسي. أيضا كان هناك بحث للترتيبات الأمنية في هذه الزيارة. تقييمك لهذه الزيارة وحديث السيد البرهان؟ طبعا الزيارة هي أصلا ظهرت نتيجة لسياسة الأمر الواقع التي جاءت بعد انقلاب 25 أكتوبر. كان مرشحا جدا أن الحركات المسلحة، الحركات الدارفورية المسلحة وبقايا الجبهة الثورية بعد ونداء السودان كذلك، كان مرشحا أن يقوم هذا التحالف ما بين الانقلابيين المدنيين والعسكريين في تشكيل حكومة تقوم مقام الحكومة التي تم إسقاطها حكومة عبد الله حمدوك. ولكن بعد أن فشل الانقلاب في تثبيت أركانه وحكمه وتشكيل حكومة حتى أو دعمه للحركات المسلحة بشقها المدني مثلا، وكان مرشحا أن يتسنم ذلك جبريل إبراهيم كرئيس للوزراء، ولكن يبدو أن الشق العسكري الممسك بتلابيب السلطة الآن قد رأى أن جبريل إبراهيم أضعف من أن يمكن
تسليمه رئاسة السلطة التنفيذية في البلاد، وهذه النظرة هي من يمتلك سلاحا أكبر أو بندقية أطول هو من يقرر في الأحوال في السودان. هذه هي النظرية السائدة الآن للصراع وتفسيراته، لأن إذا جيت إنه تقيم الناس الموجودون الآن على المسرح السياسي والممسكون بتلابيب السلطة، ستجد أنهم كلهم الشق المدني الذي له جسم سياسي لم يتم اختباره انتخابيا في تاريخ السودان الحديث في مرحلة ما بعد الاستقلال. كل هؤلاء لم يخوضوا تجربة انتخابية حتى، يعني كلهم قد يعجزون عن الوصول إلى تحقيق دائرة انتخابية واحدة في محلية من محليات السودان. إذن هو تحالف البندقية وما بعد المرتزقة والانتهازيين من الجانب المدني. تم الخلاف بعد الانقلاب مباشرة، تم الاختلاف الشاذ جدا ما بين الحركات المسلحة، وقام مني أركم الناوي بإزالة الكثير من التصريحات وإثارة كثير من الأحاديث. هذا جعل الحركات المسلحة تقوم بردة الفعل في مقاومة ذلك بأن الترتيبات الأمنية نفسها غير الترتيبات التي أصبحت في حكم العدم. لذلك هذه خطوة تطمينية أخرى من أجل إعادة المشهد. ولكن ما يثير كثيرا من التحليلات والحديث هو كلام البرهان نفسه عن التواصل لاتفاق سياسي، إما حكومة منتخبة أو اتفاق سياسي. هذا يرجعنا إلى النقطة التي خطابه الذي ألقاه ما بعد فضل الاعتصام في 30 من يونيو في ليلة العيد من ذلك الزمان، كان قد ظهر للناس في خطاب وقال أنهم لا يسلمون إلى السلطة إلا لحكومة منتخبة، وظل على الدوام في كل حدث يعيق بفترة الانتقال السياسي يقول أنهم سيسلمون السلطة إلى حكومة منتخبة. الآن أصبح يتراجع عن هذا بمثابة التراجع عن الانقلاب نفسه، وإذا صدقت مثل توقعاتي وحديثي هذه. نعم، إذن مشاهدين الأعزاء هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة. شكرا جزيلا للأستاذ محمد عمر. شكرا جزيلا اليوم. شكرا. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم مع الحدث. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.